ابتكار وتميز، رؤية جديدة لمستقبل التعليم الإلكتروني. جامعة الملك عبدالعزيز هي إحدى المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنذ تأسيسها عام 1967 شهدت تطوراً مستمراً وتوسعاً في العديد من التخصصات والبرامج الأكاديمية. وتهدف الجامعة إلى تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وتقديم تعليم يلبي احتياجات المجتمع والمساهمة في تقدم المملكة وتطورها وفق رؤية 2030. فحرصت الجامعة على تبني التقنيات الحديثة وتطوير الابتكارات في مجال التعليم الإلكتروني من خلال الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد منذ تأسيسها عام 2005 أخذت دوراً رياديًا في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني وتحسين جودة العملية التعليمية وتوظيف التقنيات التعليمية الحديثة وتطوير الابتكارات في مجال التعليم الإلكتروني وتصميم وتطوير محتوى رقمي غني بالوسائط المتعددة والأنشطة التفاعلية والكتب الإلكترونية، بالإضافة إلى توظيف أحدث الأنظمة العالمية في إدارة عملية التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وبجهودها الرائدة في إثراء المحتوى التعليمي العربي الرقمي، بادرت العمادة بإنشاء قناة تعزيز التعليمية على اليوتيوب التي تقدم محتوى تعليمي مميز ومتنوع يسهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وامتدت جهود العمادة إلى المشاركة الفعالة في إثراء المحتوى التعليمي، حيث أصبحت جامعة الملك عبدالعزيز من أكبر الجامعات المزودة للموارد على المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت الجامعة على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لمسار الأثر في إثراء الموارد التعليمية المفتوحة. ولرفع كفاية أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجال التعليم الإلكتروني، أنشأت العمادة منصات تدريبية متقدمة ومبتكرة تقدم الحقائب التدريبية المحكمة والدورات التدريبية النوعية بشكل غير متزامن من خلال واجهات سهلة الاستخدام للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تشجع على التعلم الذاتي والتدريب المستمر وفق احتياجات المتدربين، بالإضافة إلى تقديم نمط جديد ومرن لعملية التعلم، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين من خلال مسارات علمية مبتكرة تعزز وتنمي المهارات المهنية لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز وتؤهلهم لسوق العمل بكفاءة وثقة. وتجسيداً للريادة التي تتسم بها الجامعة في مجال البحث والابتكار في التعليم الإلكتروني، أنشأت الجامعة أول معمل للابتكارات في التعلم الإلكتروني، والذي يتميز بتوفير كافة المتطلبات التقنية والوسائل التعليمية التي تخدم عمليتي التعليم والبحث العلمي في مجالات التعلم الإلكتروني. وفي مجال الاختبارات الإلكترونية، برز دور العمادة الريادي في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية بأعلى جودة ودقة، ففي إنجاز مذهل نفذت العمادة أكثر من 4 ملايين اختبار إلكتروني ووفرت ما يقارب من 500,000 سؤال ضمن أكثر من 300 بنك أسئلة إلكترونية. وبدعم لا محدود من إدارة الجامعة لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تطمح العمادة لافتتاح أكبر مركز للاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ويمثل بيئة نموذجية لإجراء الاختبارات بشكل منظم وفعال ومجهز بأحدث التجهيزات التقنية والبنية التحتية الحديثة. ويتميز المركز بقدرة استيعابية كبيرة لاستيعاب عدد هائل من الطلاب بكفاءة عالية. وبفضل من الله، تستمر عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تقديم جائزة رئيس الجامعة للتميز والإبداع في التعليم الإلكتروني في دورتها الثامنة، حيث تمنح الجائزة لأعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية والكليات التي قامت بتطوير حلول مبتكرة وفعالة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
جامعة الملك عبدالعزيز، ابتكار وتميز.